الاشبار حنا بحماك نعيش في خير بلاب تنحي على الاخيار عيال زايد لمناعير من نور فكره غير افكار غيرت كل وضع انت غير يا عل دارك دايم اعمار كل السعادة وين ما تصير بحق رب الكون ستار يحميك من كل المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نجدد التحية مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والمحبة اللي تقام في صباح هذا اليوم في منافسات ميدان الساد للحول والزمول. خمسة أشواط انتهت ونتواصل مع انطلاقة سادس الأشواط الخاص للحول المحليات الأصايل الشاهينية أو المهجنات عفوا الأصايل الشاهينية. تتصدر الغيادة مطر بن محمد النيادي من أطلق الشاهينية إلى المركز الأول، تليها المركز الثاني، المركز الثاني لعلي بن محمد بن مسعود، علي بن محمد بن علي العسائي شنذارة خذت المركز الثاني، نقله إلى المركز الثالث، وفي المركز الثالث الهبيبة، الهبيبة وصلت، ومرحبا بالهبيبة ومالك الهبيبة مبارك بن محمد بن شيره العامري من تقدم بالهبيبة، نقله إلى المركز الرابع. المركز الرابع أفعال للشيخ عبد الله بن سالم بن حم العامري من ياتي بأفعال. المركز الخامس، المركز الخامس تصل شديدة مبارك بن يمعة بن مغير الخيلي من ياتينا بشديدة، شديدة وموقعها المركز الخامس. وصلنا المركز السادس بنتأخر قليل، كناخذ السادة. السادة مشاهدين الكرام يلي واصلة في مسار هذا الشوط، هذه أمامكم رواية لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري. أبو حمد اليوم سجل نقطتين ويطمع يسجل النقطة الثالثة ونتمنى له التوفيق. المركز السادس، المركز السادس شفق، وصلت شفق لسعيد بن علي بن حمد الزرعي، وصل شعار أبو سالم يطمع يسجل الحضور ونتمنى له التوفيق. الزميل المعلق المتواجد بميدان الساد يحضر في قلب الميدان وينزل بهذه الذلول المهجن الأصيلة باحث عنك يسجل نقطة ويذهب بالسلامات لها لميدان البريمي. المركز السابع، المركز السابع بنشوف السابع والثامنة. وصلنا الثامن، الثامن مرضية محمد بن عبيد بالعرطي الحميري، وتليها في المركز التاسع لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري، واسمها مشاهدينا الكرام ند الشبا، ند الشبا. وفي المركز العاشر تتقدم خواطر وخواطر لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري. هكذا الندى، هكذا المسار، عشر الأسماء المتقدمة في الحول المهجنات الأصايل الباحث عن نيل الفوز والناموس وتسجيل الحضور الأول في هذا الموسم. عدنا إلى مقدمة الشوط يا أبو عمران، وغيرت الهبيبة وانطلقت الهبيبة وسيطرت الهبيبة. مبارك بن محمد بن شيرة العامري أطلق الهبيبة إلى المركز الأول وقادت المسيرة وانفردت بالمركز الأول. أفعال 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 خطيرة، أفعال خطيرة وأفعال أيضا لها تاريخ مشرف. تنطلق إلى المركز الثاني للشيخ عبد الله بن حم العامري، موقعها المركز الثاني، المركز الثالث، أول ظهور لهذه الذلل المهجنة الأصيلة الحاضرة في هذا الشوط. عاد النيادي مطر بن محمد بن مطر النيادي يسعى يعود وينطلق إلى المركز الثالث، يتقدم مشاهدينا الكرام ويأتينا بالشاهينية اللي خذت لها المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع هني خواطر، خواطر محمد بن سهيل
لحمد بن محمد بن سهيل العامري، ياتينا بخواطر بن عويضان، ياتينا بخواطر. وفي المركز الخامس تتقدم ايضا مشاهدينا الكرام، هناك رواية لمحمد بن سهيل بن عويضان، وخواطر تليها خامسة، السادسة من الجانب الآخر. بنشوف السابعة رقم 14 نقوى، ناصر بن سيف بن سالم النيادي، من ياتينا بنقوى. نكتفي وبنكمل الثامنة. الثامنة متواجدة في هذا الشوط ند الشباء محمد بن سهيل بن عويضان، لكن بنعود إلى مقدمة الشوط، بنعود إلى الصدارة، وبنتابع ما يحدث على أرضية ميدان الساد من منافسة، من قوة، من إثارة. الهبيبة لا زالت هي المسيطرة، السيطرة التامة حق مبارك بن محمد بن جير العامري. يا سلام، أفعال الهبيبة وجه بوجه عند 1200 متر اللي تفصلنا عن خط النهاية. أهو استلمت المركز الأول أفعال، هذا الظهور اللي تعودناه من أفعال تبدأ وتنافس حتى الختاميات للشيخ عبد الله بن سالم بن حم العامري بقيادة سعيد الغيلاني المتابع سعيد بن دغمال بو راشد، يتابع هذه الذلول المهجنة الأصيلة، واستلمت المركز الأول أفعال. يو سلوم، أرواية وخواطر يطمعن يسجلن الهاتريك لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري. يلا يفعال، الميدان ميدانك والمكان مكانك، وأول ظهور لهذا الموسم، هذا البطل، هذا العملاق يتواجد بن عويضان. ولكن لا نقلل بالاهتمام من الشيخ عبد الله بن حم العامري، أحد النجوم، أحد أبطال الساد، حاضر بأفعال. أفعال بو راشد يقول الشوط محلي مع أفعال. بن عويضان يهجم. يو سلوب، يا هذه المعركة. الله 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 الله، أرواية. أفعال عندها الأمل. يلا يا الغيلاني، أحمد بن راشد الغيلاني يسجل الحضور الثالث، الهاتريك. أما أفعال تعود في الوقت الحساس وتتجدد الأمال للشيخ عبد الله بن حم، لكن ابو حمد السلام للهير. افعال، لكن خلاص بن عويضان يسجل النقطة الثالثة. محمد بن سهيل بن عويضان العامري، تهانينا والناموس، ومشكور يا احمد يا بن راشد يا الغيلاني. المركز الثاني مجادي الكرام للشيخ عبد الله بن حم، الثالث لمحمد بن سهيل بن عويضان، والرابعة رقم 14 نجوى ناصر بن سيف النيادي. وفي المركز الخامس الهبيبة مبارك بن محمد بن جيرة العامري. عدنا لتوقيت رواية، سجل 8:31 لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري. انهني ابو حمد على هذا الفوز وهذا الانجاز المميز وتسجيل هجنة للهاتريك في صباح هذا اليوم بميدان الساد.